السلام الله عليكم الإخوان وصباح الخير ومرحبا بكم في كانتي مساء اليوم اللي غادي يكون في الباري فانسن كورس ريكلامي 14 ديال خيول المشاركة ريكلامي كما كتشوفوا كورس اير غران بيس لي زابرونتي وليدي جوكي ديبار تكون اوتو ستار 6 و 28 دقيقة. المهم اخوتي اللي تفرج في هذا الفيديو يدير مديك لايك فضلا وليس امرا باش نبقاو مستمرين في هذا التحليل ديال لي كانتيات ديال الصباح وديال العشيه. هذا ما كان بالنسبه لي فافوري ديال لاكورس غيكون عندنا الغانكستار ديال فيست والخمسه غلاريوس وبيلو ديال بروفوست واخر عود هو الجوج اللي كانوا جراو بيناتهم يعني الخمسه والجوج في الريكلامي وكان خسر معاهم الرقم 6 من بين كان خيو المرشح انذاك وكان خسر داك 6 دوز غي 13 عفوا غيكون من بين خيو اللي قراب الويت راه اوتسايدر كاتر سورتي كاتر نو بلاسي اولا 5 نو بلاسي يعني نو بلاسي نو بلاسي نو بلاسي نو بلاسي نو بلاسي مغيو بنا فافوري كود فران تا هو راه في الاوتسايدر وكايلون ديما هو الكرون فافوري ديال لاكورس هو رقم 1 كايلون ديما هنايا رقم 14 رقم 12 رقم 3 رقم 4 رقم 6 ورقم 11 كما لي زوتسايدر بغي يكون عندنا الهيستوريان دو لاغي رقم 9 هو الدي سي ديال لاكورس بالنسبه للبروميير ريكلامي غيكون عندنا الواحد غيلون ديما اللي تنشوف فيه انه ربما شوفال دو بروفانس عندو الفانسن 2021 في الديبار اوتو ستار انطيس يعني ملي كان باقي صغير هاد العود هي اللي عندو في حياته هي اللي عندو في حياته 2021 شكون اللي كان رابحو كان رابحو جورجيو هوفور ايام العز ديال هاد العود ايام العز ايامات بيجون و الاخر كان مشى ب 79 و كايلون دوفور ربما غيكون في الاوتسايدر شوف شحال ما تلاقاوش و غادي يتلاقاو و غادي يتلاقاو جورجيو هوفور هو 11 ولكن هاد 11 هاد 11 هذا مالو 11 لي كورس الاخرين ديالو شوفوا بلا اغلى عود اغلى عود يعني عود شوف لافال كان في البلوريش ولا في المواريش المشكل عنده ما عرفتش فينا هو المشكل ما عرفتش فينا هو المشكل هاد العود عود فوتيف عود ولكن ملي دوزو بيجون تاع هاد تنظن غيكون غادي يكون بعيد نوعا ما الله اعلم غادي ب 26 عندك اسيدي وعندك 9 غادي ب 52 المهم اللي تيبان لي انا اون فورم هو داك الواحد كايلون دو فور المهم 6 شوفال دو باتخ هذاك شحال غادي غادي ب 18 اتونسيون الخوت من 6 مع مادموزيل ايميلي سولاي غادي نزيدو نختارو رقم 8 غادي نختارو رقم 8 لانه صراحة يستحق يستحق كيل 10 جود فريند 10 خوتي جود فريند دونك 6 و 8 10 6 و 8 10 هادو هما اللي نقدروا نختارهم في الاوتسايدر 6 والويت والديس هما لي زوتسايدر ديال لاكورس بالنسبه لهاد الدوز جولدي سيم غيكون ولد بريان تيزم اكيد غيكون ولد البريانتيزم
اي 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 عنده واحد شهرين ديال التوقف. غران اي بتي بيس غانيو غانيو في الريكلامي، يعني كاتيجوري طايحة حتى الارض. الناس غيلعبوا هاد العود اكيد غادي ب 12 تريز. الحالة ديالو كي دايره غانيون في الغازون غازون 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 غازون. الله يعاوننا ويعاونو اللي كان في الغازون، الله يعاوننا ويعاونو. دونك عندنا 6 8 10 6 8 10 قولي بتيني ميلو 6 8 10 قولي بتيني ميلو اخوت. شكون اللي غيكون هنايا؟ شكون اللي غادي يكون هنا؟ وشكون اللي غادي ينضاف؟ يعني 7 5 2 7 5 2 نورمالمون. شكون اللي غادي يتزاد هنايا؟ شكون هو العود اللي غادي ينضاف هنايا؟ عندنا الويت، عندنا الديس، عندنا الان. غيبقى لينا هنا شي عود ولا جوج. وهنايا الخوت عندنا السيس، بقى لينا هاد الطروة. هذا الطروة مالو؟ هاد الطروة عندو الفازن، عندو الكرون بيس، ديسكاليفي ديسكاليفي. طروة بلوريش ديال من ديال أليس ميشيل، يعني عاود يستحق ديفو تاعو. ولو عندنا ربعة ديال لي زوت سايدر، ولا عندنا الطروة والسيس والديس والويت، والواحد هو الفافوري لوجيك. المشكل فين كاين؟ كاين عند هادو شكون فيهم شي عاود تما خوت؟ هادشي اللي كاين. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.